اللغات والمنصات المستخدمة في تطوير برامج الهواتف الذكية. في الفيديو اللي استعرضنا فيه أنظمة التشغيل، قلنا أنه أنظمة التشغيل الهاتف الذكي كنظام أندرويد ونظام أو إس هي الأكثر انتشارا حاليا في سوق الهواتف الذكية في أنظمة كأنظمة تشغيل. ولكن هذا لا يمنعك أنه تبحث في أنظمة تشغيل أخرى مثل نظام ويندوز فون الخاص في شركة مايكروسوفت، اللي من خلال تستطيع تطوير تطبيقات خاصة في المتجر ويندوز. فالآن بالنسبة لنظام أندرويد في 3 لغات: لغة الجافا ولغة السي شارب ولغة كوتلين. لغة جافا هي لغة قديمة، هي ليست بلغة قديمة، كاستخدامها الأندرويد حاليا حل محلها لغة كوتلين. هي لغة قوية جدا، حل محلها لغة كوتلين، اللغة الحديثة من شركة جوجل، تم إنتاجها في عام 2000، يعني في تطويرها في عام 2000، يعني كأول استعراض لها كان في عام 2017، يعني حديثة قبل سنتين تقريبا، 3 سنوات. فهذه اللغة هي اللغة حاليا المستخدمة، والشركة تعمل على تطويرها أكثر لإنتاج تطبيقات أندرويد. بالنسبة للغة سي شارب اللي قلنا سابقا، هي لغة متعددة الاستخدام، يعني تستطيع من خلالها تطوير برامج كمبيوتر، برامج الهاتف الذكي. أكو نقطة جدا مهمة، في لغات وفي تقنيات هي نفسيتها تستطيع من خلالها تطوير تطبيقات هاتف ذكي تشتغل على الأندرويد وتشتغل على الاي او اس وتشتغل على الويندوز فون، وانت هنا ربحت الوقت. يعني ذات الكود ذات التصميم يشتغل على كل يعني 3 الانظمه، وهنا نحن راح نستخدم لغه السي شارب بهذه العمليه. وفي تقنيات حديثه حاليا دخلت كفلوتر، ايضا من خلالها تستطيع تطوير تطبيقات تشتغل على الانظمه الثلاثه. فلغه السي شارب مثل ما قلنا لغه متعدده الاستخدام، حاليا تستخدم مع منصه الزامرين اللي هي ايضا اشترتها شركه مايكروسوفت. في استخدام لغة سي شارب تستطيع تطوير تطبيقات تشتغل على الأنظمة الثلاثة، نفس الكود وذات التصميم. بالنسبة إلى اي او اس، تستطيع من خلال لغة سويفت، هي اللغة الخاصة في شركة أبل لتطوير تطبيقات، طبعا لغة بسيطة كلغة كوتلين. يعني في البداية هم جوجل يعني على غرار إنتاج أبل لغتهم الخاصة في تطوير التطبيقات، أنتجوا أو طوروا لغة الكوتلين. فكل اللغتين هي لغات ذات استخدام بسيط، يعني هي حديثة. أيضا تستخدم لغة سي شارب مثل ما ذكرنا، وفي لغات أخرى أيضا في موجودة في لغات أخرى أيضا تستخدم، وتقنيات كتقنيات مثل تقنيات الويب، تستعمل من خلال استخدام لغات الويب في تطوير صفحات الإنترنت، كي صفحة الإنترنت تستطيع أن تحولها إلى نظام يشتغل يعني كتطبيق يشتغل على الأندرويد وكتطبيق يشتغل على الاي او اس. فهذه هي اللغات الثلاثة، هذه هي الاستخدامات اللغات أو اللغات. بالنسبة لمنصات العمل، إذا عندنا في جوال ستوديو منصة عمل تستخدم في تطوير الهواتف الذكية، من ضمنها ويندوز فون طبعا، وأيضا عندنا انتليج ايديا وهي الرائدة طبعا في تطوير الهواتف الذكية، وأيضا عندنا الأندرويد ستوديو اللي هو خصيصا تم إنتاجه من شركة جوجل على غرار IntelliJ IDEA، يعني هو powered by IntelliJ IDEA. هذا الأندرويد ستوديو يستخدم لغة كوتلين ويستخدم لغة جافا في تطوير تطبيقات الأندرويد، والمنصة قوية جدا. إذن هذه هي منصات العمل. في منصات عمل أخرى،